انت عرفتي من اول مره؟ لا لا، انا فضلت اكتر من 18 سنه مش عارفه اتشخص. اول مره لما ظهر عندي كان زي ما الدكتور بيقول، انا ظهر عندي 15 سنه. وانت عندك 15 سنه ولسه علاجي ناجح من حوالي 7 سنين فقط. فطبعا لما اتعرض على دكتور نفسي الوقت ده زي ما الدكتور كان بيقول كان صعب جدا، وكان اضطراب ثنائي القطب ده غالبا قليل او مش عارفينه او لسه ما دخلش يعني دي اس ام، ولا كان تشخص خصام. فبالتالي الادويه برضو زي ما قال الدكتور كانت صعبه جدا جدا جدا. الاول قبل الادويه يعني انت اصلا حصل لك ايه وعرفتي ده 18 سنه ده كتير قوي؟ يعني عملتي ايه في ال 18 سنه دول؟ اول ما ظهر عندي باكتئاب، وبعد كده فترات هوس زي ما الدكتور بيقول، بس كانت بتقعد فترات طويله طبعا. فبالتالي لما بتقعد فترات طويله بتبقى الكوارث بتاعتها اكبر، وبعد كده تدخل في نوبات اكتئاب اكتر. فزي الاهل اللي بيعملوه دلوقتي، هو ان انت ملبوسه، هو ان انت في حاجه غلط، طب مش عارفه ايه، لغايه لما يمكن من 15 سنه ابتديت بقى يعني اتعرض على الدكاتره، والعلاج نجح لسه من 7 سنين فقط. يا خبر ابيض. يعني انت قعدتي في الاول فتره طويله ما حدش اصلا لا فكر يروح لدكتور، ولا انت طبعا جه في دماغك حاجه زي كده؟ كل اللي في اللي اتقالك اللي هي التعبيرات اللي هي بتاعت التعبيرات بقى، وانت مجنونه، او انت سيئه السلوك، او انت قليله الدين، الكلام اللي بيتقال عموما على مريض البايبولر لما بيكون حالته نشطه او هو مش عارف المرض. طب ايه الحالات اللي انت كنت حاسه ان دي اصعب حاجه وصلت لها في الفتره الاولانيه؟ هي المشكله ان هو البايبولر بيأثر على السلوك وعلى الفعل وعلى ردود الافعال. فانت متخيله شخص التلاته دول عنده مش موجودين، فما بيبقاش فيه ولا تقييم صحيح لنفسه ولا للحياه، ولا مش عارف يميز ما بين هو ايه وايه اللي بيحصل. وطبعا في الفتره دي كنت لسه 15 سنه دي، يعني كنت في سنه انا بالظبط ظهر في ثانيه ثانوي. ولما عرضوني على دكتور نفسي تبع المدرسه ما شخص صح، ودخلتي ثانويه عامه ودخلتي جامعه. اجلوا لي الدراسه سنه، وبعد كده انا كملت من نفسي لغايه لما خلصت دخلت سياحه وفنادق، ودلوقتي برضو قدمت اولى ثانوي من اول وجديد لاني عايزه اكمل حاجه ثانيه. احنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن يعني اكيد كان الموضوع فيه معاناه شديده في انك حتى تقدري تذاكري، تقدري تقومي بالمهام الحياتيه العاديه. يعني ده كان بالنسبه لك صعب؟ اكبر تحدي لاني انا مش عارفه عندي ايه، وكل دكتور يقول حاجه تانية، والادويه يعني الدكتور عارف ان ده. لما بداتي بقى تروحي للدكاتره؟ لما بدات اروح لدكاتره فضلت سنين عقبال ما الادويه بتتجرب فيا. واحنا كبايبولر كتير بنقعد عقبال ما الدواء ينجح معانا، ممكن نقعد سنين. ليه يا دكتور؟ بص يا فندم، مع البايبولر يعني ايه؟ هو اما زياده نشاط، الدوبامين عنده عالي قوي، فبيبقى الالرتنس عنده التركيز عالي قوي، فبيبقى ديستراكتبل رايح جاي يمين شمال. او الدوبامين قليل فداخل في الصوره الاكتئابيه، لمم نفسه، مفيش تركيز، مفيش انتباه. في الحالتين انا تعبان، بس بتاع الاكتئاب انا حاسس بنفسي. فانا بروح للدكتور. في صوره واضحه. بتاع النشاط لا، انا مش تعبان، انتوا اللي تعبانين، ده انا مبسوط جدا. ده انا كويس. طبعا ان تجارب الادويه دي انا اسف يعني مين اللي هيجرب؟ يعني ما احنا طبعا التشخيص بيبقى قدامنا واضح، الادويه قدامي واضحه، انا عندي فرايتس. المريض عايز ايه؟ ما انا اسف يعني طبعا بنتكلم في الخبرات. ايوه. النهارده المريض عايز ايه؟ النهارده في مريض عايز دواء ما يتخنش عندي. عايز دواء ما ياكلش عندي. عايز دواء ياكلني شويه عندي. عايز دواء ينيمني عندي. عايز دواء ما ينيمنيش. وكله يؤدي لنفس الوظيفة، كله بيؤدي نفس الغرض، ان هو يبقى كويس نفسيا وعقليا وقادر ان هو يتعامل. انا عندي ادويه، بصي احنا دايما بنقول في فوق وفي تحت، في ادويه تشتغل على فوق النشاط، وادويه تشتغل على الاكتئاب تحت. يعني لو هو اصلا جاي مكتئب في ادويه تشغل كده، وادويه تشغل كده، وفي ادويه تشغل على الاثنين، وفي ادويه تشغل وقائيه بس. يعني أيوة. برضو عشان حتى للدكاتره دايما نفهمهم يا اخوانا الدواء ده مش هيشتغل في العلاج، يعني مش هيدي الحاله في الاتاك، في النوبه مش هيفيدني. طيب ده يفيدني كوقايه. اضطراب ثنائي القطب بيحتاج لعلاج، يعني هو تشخيصه هو مرض نفسي. اول مره بنعالجه علاج سواء داخل المستشفى او بره، حسب شده الحاله وحسب سيطره الاهل وقدرتهم اعطائه العلاج. دايما بقول لهم لو انتوا سيطرتوا عليه 3 4 ايام مش هحتاج مستشفى. سيطروا عليه بمعنى ان تدوا له الدواء. ان هو المريض رافض العلاج، انا مش واخد العلاج، وخناق ده لما بيدخل المستشفى 5 ايام خلاص بيصبح بنسبه 40 ل 50% طبيعي. وبيكمل علاجه وبيشفى تماما،
ده لو التزم بالدواء. في المريض اللي مش ملتزم او هم الاهل مش قادرين يسيطروا عليه بنقول دخول المستشفى ضروري حتمي. لحمايه للمريض وحمايه لاسرته. لو هو اكتئاب وجداني وفي اعراض انتحاريه يبقى دخول المستشفى الزامي. لو نوبه هوس ومش قادرين يسيطروا عليه يبقى دخول المستشفى الزامي. هنا في المستشفى الاهل بيفاجئوا انه بعد 5-6 ايام طبيعي. 5-6 ايام يبقى طبيعي وبعدها يكمل حياته ازاي؟ هيكمل ادويته اللي بتغطي النوبه لغايه ونعمل المتابعه بتاعتها، وبعدين بنبدا ننزل بالدواء، بيعمل تابرنج للدواء كده. ان في فترات انا خلاص حفظت المريض بتاعي، زي مثلا نشوه بتتعالج معايا، انا حفظت نشوه، انا عندي مثلا في الملفات عندي في العياده. حضرتك قلت قبل كده انه ما حدش يغير الدكتور بسهوله كده، عشان كده عشان يبقى كل مريض داخل لي انا حافظه وحافظ موعدنا وباته، وحافظ ايه الدواء اللي بيريحه وايه الدواء اللي ما بيريحوش وايه الدواء اللي بيعمل له مشكله. يعني مثلا ادويه كتير في السوق عادي الناس بتاخدها، في ناس لو خدتها تتعب جدا جدا، وناس تانية تاخدها وناس تبقى كويس عادي جدا. وادويه يعني حتى الكلام ده مش مذكور في الادويه لكن انا عارف ادويه مجموعات كذا دي المريض الفلاني بتاع بلد كذا ما تنفعش معاه. المريض العلاني ده ببقى عامل في الملفات بتاعته كاتب ممنوع عليه كذا وكذا، حتى عشان لو انا مت الدكتور اللي هيمسك الحاله يبقى واخد الملف معاه. والله العظيم مش بهزر. ايوه كل واحد بقى يعني لازم اعمل عليه ان هو مشكله المريض الاضطراب الوجداني او الفصام حتى المزمن او الاكتئاب المزمن، العيانين دول خايفين عليا ومرضى الوسواس. والله العظيم خايفين عليا اكتر مني. يقولوا لي احنا طب احنا لو انت لا قدر الله يا دكتور حصل لك يعني انا عملت عمليه فتغيبت عن العياده فتره. ايوه ربنا دول يقول لك احنا حياتنا واقفه. وحياه ربنا احنا حياتنا واقفه ليه؟ الدكتور بتاعنا مش موجود وخايفين يحصل لنا حاجه وهو تعبان. يا اخوانا والله ما تخافوا، كل حاجه موجوده في الملف. اي دكتور هيتولى الحاله هياخد الحاله زي ما هي، عارف ان انا بكتب كل حاجه. بس دميجي. معنى كلامك كده انه المريض ده محتاج متابعه مدى الحياه؟ لا بص اقول لحضرتك حاجه، اضطراب الوجداني مريض عايز ذكاء مريض، المرض عايز ذكاء مريض. ذكاء مريض ليه؟ يعني هنا في عامل مهم جدا دماغه. معاك اللي هو المريض نفسه، دماغه بتوديه للمرض ودماغه بتقلل المرض ازاي. كل واحد عارف امتى بتعب وعارف النوبه بتيجي ازاي. وانا بتعلم من المرضى، في مريض يقول لي يا دكتور انا لما بتجي اول بدايه النوبه عندي النوم. اول لما النوم يبتدي يقل 90% من المرضى اللي داخلين في الهوس بيدخلوا في هوس.